الشوكولاتة رفيقة لحظات التوتر وأوقات الحزن وحتى الفرح، ترسم الابتسامة وتخلق شعوراً بالسعادة. عشاقها كثيرون ممن يستهويهم مذاقها، وفي عشقها المزاج محدد الانتماء. السر في الشوكولاتة يكمن بتحويل المزاج من أقصى درجة التعاسة إلى أعلى درجة السعادة، ويلجأ الكثير من الناس إليها لتحسين المزاج. فأول مادة كيميائية تخطر ببالنا عند التفكير فيها هي الكافيين. هي سمراء المساء وكحل عيون حواء، طعمها سر الشعور باليقظة ومحاربة الاكتئاب. وكثيرة هي الأقاويل التي سمعناها عن تأثيرها، يتعامل معها الناس كقطعة فنية نفيسة، فقطعة صغيرة منها تكفي لخلق شعور بالسعادة. بعض الناس يمزجون بين الشوكولاتة والقهوة ليصنعوا فنجانا من السعادة بتوليفة رائعة ومذاق لا ينسى. لم تعد الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عن مذاقها الحريري والغني والسلس فقط، بل تعدت ذلك لتصبح رفيقة المرأة في جميع المجالات. هل أنتم من عشاق الشوكولاتة؟